بدأت فعاليات المؤتمر الوطني العام للحزب الجمهوري الأمريكي في ولاية فلوريدا بترشيح ميت رومني رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي الرئيس باراك أوباما. وأعلن المؤتمر عن البرنامج الاقتصادي للحزب الجمهوري القائم على المطالبة بتخفيضات ضريبية واستبدال قانون التأمين الصحي وحظر الإجهاض. وقال حاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي خلال المؤتمر: أنا أؤمن بأمريكا وتاريخها، والشيء الوحيد الذي ينقصها هو القيادة. ما يحتاجه الشعب اليوم هو رعاية من جانب حكومة كبيرة. من جهة أخرى، انتهزت آن رومني زوجة المرشح الجمهوري ميت رومني الفرصة التي أتيحت لها للحديث عن زوجها خلال المؤتمر العام للحزب لتلقي الضوء على الجانب الشخصي فيه، مشددة على أنه قادر على إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى سابق عهده.